مرحبا بكم في القناة، ديروا جيم وابوني باش يوصلكم الجديد، ما تنساوش تضغطوا على الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حنشوف مجفف الشعر هو ما بيشتغلش ليه. زي ما انتو عارفين احنا دائما بنقربه في الكهرباء عشان تشوفوا انه ما بيشتغل. احنا وصلناه بالتيار الكهربائي وحنحاول نشغله من المفتاح، بس ما بيشتغل زي ما انتو شايفين. انتو شفتوا انه ما بيشتغل، يعني اننا لازم نفتح او نفك مجفف الشعر ده. يلا انا حفك ان شاء الله مجفف الشعر ده واشوفكم ان شاء الله بعد ما نخلص ان شاء الله. بعد ما فكينا مجفف الشعر زي ما انتو تعرفوا، اول حاجة بنعملها ان بنشوف الخيط او الكابل هو بيشتغل ولا لا. عشان كده لازم نجيب الملتيمتر عشان نقيس اذا كان الكابل بيوصل كهرباء ولا لا. عشان كده حنشوف زي ما تشوفون ان حقيس الخيط ده هو بيجيب كهرباء ولا لا. اهو زي ما تشوفوا القطب الاول بيجيب كهرباء، حنشوف القطب الثاني كمان هو بيجيب كهرباء ولا لا. كمان القطب الثاني بيجيب كهرباء، يعني الخيط ده تمام التمام وما فيش اي حاجة فيه، يعني الكابل بيوصل كهرباء. يعني لازم نفتح كمان الحتة دي عشان نشوف هو في ايه اللي مخلي ما بيشتغل. يعني لازم نفكه هون عشان نعرف اذا كان في حاجة هي اللي ما بتخليه انه يوصل كهرباء. يعني لازم نفك الحتة دي اللي متجمعة هون اللي في الاسلاك هون وصلة، يمكن تكون حاجة. يبقى لازم نفتحه عشان نشوف هو في ايه قوة الحتة دي. يلا بينا دلوقتي احنا حنفك المكان ده عشان نشوف اذا كان في حاجة هي اللي مخلياه ما بيشتغل او ما وصل كهرباء. عشان كده حنفتحه ونشوف. زي ما انتو شايفين ان الاسلاك كلها في مكانها مرتبطة، يعني كل سلك في مكانه. بس حنشوف اذا كان في حاجة هون ولا هون او اي حاجة. كله تمام، بس في حاجة هون اذا كان بتشوفوا اقرب لكم للكاميرا عشان تشوفوا ان في سلك هون مواصل مع المكان بتاعه، يعني مفكك.
هو زي ما انتو شايفين هو السلك ده، هو ده اللي كان قاطع التيار الكهربائي، عشان كده هو كان ما بيشتغل. احنا حنضرب الضو مكان ان شاء الله، وحنعلمه زي ما انتو عارفين بالكاوية والإيتان زي ما انتو عارفين. يلا حنعمل العملية دلوقتي ان شاء الله، ونرجع تاني ونشوف حنقيس ازاي، وحتشوف هو حيشتغل ولا لا. يلا حنصلح المكان ده اللي مفك، السلك اللي اتفك من مكانه، حنحاول نربطه تاني عشان نشوف النتيجة حتكون ايه ان شاء الله. تابعوا معايا ان شاء الله يكون هو سبب في انه ما بيشتغل دلوقتي. زي ما انتو شايفين كده احنا حنحاول نقرب عشان نشوف، بس حوريكم اني لحمته السلك اللي مقطوع اهو، زي ما انتو شايفين انا لحمته دلوقتي هو مكانه الصحيح. حنحاول اننا نقرب عشان نشوف النتيجة، وزي ما حتشوفوا دلوقتي ان شاء الله حنجيب الخيط او الكابل ونرده مكانه عشان يوصل كهرباء كده زي ما انتو شايفين. هنحاول اننا نخلص الحاجة كويسة كده، حنظبط التيار الكهربائي عشان يوصل تاني، حنحطه في الكهرباء اهو كده، وحنقرب ان شاء الله ونشوف النتيجة ازاي حتكون اهو. زي ما حتشوفوا دلوقتي هنشوف اذا كان هو السبب في ان المحرك ما بيتشغل. هو زي ما تشوفين دلوقتي هو شغال تمام التمام، زي ما تشوفين ان في كهرباء دلوقتي، يعني الخيط ده كان قاطع كهرباء بس دلوقتي هو شغال تمام التمام. ودلوقتي حنجمع الحتة كلها عشان يرجع زي ما كان ان شاء الله، وارجع لكم تاني.
بعد ما جمعنا مجفف الشعر دلوقتي حنقربه تاني ونشوف النتيجة. زي ما انتو شايفين الكهرباء وصلة تمام، حنشوف هو بيشتغل ازاي. زي ما انتو شايفين هو شغال تمام كويس وبيطلع سخونة وحرارة. دلوقتي هو شغال تمام التمام، وزي ما انتو شفتوا كده هو شغال تمام التمام. شكرا لكم على المتابعة، واتمنى لكم التوفيق والنجاح، والى اللقاء. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.